زقازيق طبعا 79 وهذه الدفعه لدى متشرف ان معظم الاساتذه والرؤساء الاقسام وحتى العميد هو خريج هذه الدفعه. انا بعتبر الدفعه دي دفعه يعني جدا. انا جاي من جامعه اسكندريه، زمايلي من المنصوره، زمايلي من القاهره، واللي انتوا الصرح اللي انتوا شايفينه ده كله كان لسه بيتاسس في هذه المرحله. الدفعه لن تزيد في هذا الوقت عن 50 طالب. الحمد لله انا شايف ان ال 50 كلهم في مراكز مرغوبه واساتذه جامعات، وده شرف كبير ويخلي كل واحد قاعد في هذا المكان يعرف التاريخ من ال 79 50 فارس وفارسه ابتدوا الكليه دي بوجود الاستاذ الدكتور عبد الله. انا بعد ما اتخرجت شرفت بخدمه البلد زي ما بيقولوا، وعملت صوره للقوات المسلحه لمده 3 سنوات، ودي كانت واللي كانت بتتوقع فيه يمكن كان من ضمن العيوب العامه ان انا كنت سني صغير. سني صغير وبالتالي فوجئت ان انا 3 سنين ظابط خطاب. اتعلمت منهم كتير جدا ودايما بحطها في السي في بتاعتي. في خلال ال3 سنين كوني كظابط صيدلي دخلت الكليه الحربيه منهم 6 شهور واثرت جدا في الكارير بتاعي وفي الاداره. بعد كده انتقلت للعمل اللي هو ده كانت رغبتي للدعايه. اشتغلت في شركات مالتي ناشونال سويس لاين، اشتغلت فيها 8 سنين واخر موسم وصلت له نائب مدير هذه الشركه جوه القاهره جوه كليه مصر العربيه. سنه 90 حصل ميرج ده ما اتعملش في الاربع فيل. طبعا انا بكلم صحبه ونقطه مصر. في سنه 90 انتقلت للعمل في شركه تسمى اورجانون، قعدت فيها 13 سنه. اخر 12 سنه كان ليا الفخر ان انا اول مصري على مستوى هذه الشركه يشتغل ديليجيت لشركه هولندي ومدير عام للشركه لمده 12 سنه. لغايه 2007 في خلال هذه الفتره انا عايز ادي ملحوظه لاولادي واخواتي. العمل الاجتماعي كان مهم جدا. واحنا لازم نتعلم الغرب زي ما احنا لازم نأثر فيه. في هذه الفتره كان هناك جمعيه معروفه اسمها سي اس اي، الجمعيه التخصصيه، ويمكن الزملاء اللي وزاره الصحه اسمعوا عنها. هي اكبر جمعيه كانت بتنور من الاي اي تي الامريكاني في مجال تنظيم الاسر، وطبعا اكبر عقيل والجنوبي في مجال تنظيم الاسر. هذه الجمعيه كانت بتمول من الاي اي تي الامريكاني 91 عياده على مستوى الجمهوريه، 600 موظف واطباء في هذه الجمعيه بيخدموا. وطلب مني في هذه اللحظه ان انا امسك رئاسه مجلس اداره هذه المنظمه. كان الرد الطبيعي لاي شركه وشركه برايفت وشركه مالتي ناشونال، انت المفروض يو دونت هاف تايم ان انت تضيعه، ولكن دي اللي انا اتعلمتها ان بالعكس كان هناك تشجيع جامد جدا. وشرفت بالعمل رئيس مجلس الاداره لغايه نص 2010، ودي حاجه مذكوره برضه في السي في وفولنتري، ليس هناك اي مقابل. ولكن انا دي نصيحه بقولها للناس وبقولها للزملاء الشباب بتوع الجمعيه، دايما خلي العمل الاجتماعي. انا عارف البلد كلها بتشتغل في السياسه دلوقتي، بس ارجوك ما تنسوش العمل الاجتماعي لان اللي بيأثر كتير جدا في نمو البلد. حاليا انا ماسك مديرة شركه سيدكو، وبما اني كنت بعمل في الجنون قعدت 11 سنه عامل مجلس اداره في شركه سيدكو الادويه. اللي ما يعرفش سيدكو الادويه هدي هنت بسيط، هي شركه قطاع خاص وهي الشركه الوحيده اللي داخل جمهوريه مصر العربيه 25% من الشيرز او الاسهم بيملكها مستشفى اجنبي من شرق اللون، لو تسمعوا عنها من اقوى الشركات العالميه. بقيه الاستثمارات الموجوده فيها شركه قديمه للادويه، مصر للتامين. انا عايز اقول هي شركه عشان في دايما كونفيوجن يقول لك سيبكوا ايه، دي قطاع اعمال لاي شركه برايفت ويملك راس مالها شركات مختلفه. مصنع سيدكو للأدوية هو صرح على أرض هذا الوطن، وأنا كنت بقول هذا الكلام وأنا في أورجانون وصنع فيه أدوية. ده مصنع بالفاسيلتيز بالإمكانيات، مصنع كبير جدا. وبرضه هنا عايز أعلق على الزملاء الصغيرين والشباب بتوع الجمعية اللي من ضمن طموحاتكم إن أنتوا تعملوا مصنع. أنا هختلف في الرأي إن كان ليا إن أنا أختلف، لأن هناك مصانع قومية ووطنية عندها القدرة إنها تتعامل معاكم بكل رحمة. احنا في خلال الاسبوع اللي فات كنت تقريبا على وشك انهاء استراتيجيك الاينس مع الجامعه الالمانيه الشيوعيه. وجم كل الجامعه وبناء الجامعه وجم زاروا طبعا قبل الاضرابات الموجوده فيها. وزاروا وهم الناس طلبوا ان يعملوا حاجه استراتيجيك الاينس، يعني تحالف استراتيجي بالظبط مع مصنع زي مصنع سيدكو.
they don't need the vendor to spend a hell of time or investment في مصنع ويقول بعد 5 سنين اعمل مصنع طويل الصغار. انت اعتبر مصنع سيليكو والمصانع الكبرى هي مصانع اللي انت عايز تعملهم ايه؟ وانت بتساعد المصانع دي في الفيرميشن مش عايز تخش تجني الامتياز الجزئي. دي فكره بسيطه. سيليكو فيها حوالي اكثر من 300 مستقطب اللي ما اعرفهاش. هي شركه ليدر في مجال الباي تكنولوجي. برضه ناس كتير قوي مش يعني مش هتقول ازاي. انا هضرب مثال بسيط. في خلال الاسبوعين الثلاثه اللي فاتوا حصلت مشكله عويصه جوه جمهوريه مصر العربيه في مستقطب الاستريتو كاينيز. الدكتور احمد فهمي ومجلس الشعب هل تعلموا ان المستقطب اللي موجود حاليا هو مستقطب شركه سيليكو؟ احنا عندنا قسم متكامل للباي تكنولوجي. البروجكت ايفن يعني انا لسه راجع من الصين حوالي اسبوعين كنا بنتناقش ان احنا نبتدي فروم ذا ايرلي بيجيننج من السيل والحاجات دي كلها جوه مصر ان احنا ننقل التكنولوجي كامل جوه مصر. اللي انا عايز اقوله كلمت كتير عن نفسي كلمت كتير عن سيليكو لان كل اللي انا عايز اقوله ده هاو تو جيت بنفيت كجمعيه مننا احنا تحت امركم وانا في الاخر بشكركم جميعا.